برحب بحضراتكم مرة تانية. رجعنا مرة تانية سريعا وبنكمل معاكم فقراتنا هنا في 60 دقيقة. ومن شوية كده يعني أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني القائمة اللي هتشارك في مباراتين أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم. تعالوا كده سريعا نشوفهم مع بعض. القائمة بتضم محمد الشناوي، هاني سليمان، محمد أبو جبل، في خط الدفاع أكرم توفيق، باهر المحمدي، عمار وعمر جابر، وأيمن أشرف، ومحمد عبد الشافي، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمد الونش، وعلي جبر. خط الوسط في طارق حامد، عمرو السليه، حمدي فتحي، حسين الشحات، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، ورمضان صبحي، وعبد الله السعيد، ومحمد مجدي قفشه، محمد صلاح، ومحمد النني. في خط الهجوم صلاح محسن، محمد شريف، ومصطفى محمد، واحمد حسن كوكا.